سيدي، نظرا لكثرة البلاغات المركزية اللي ترد من العمليات وكثرة شكاوي أهالي جابر الأحمد، بناء على تعليماتك وأوامرك سيدي تم لضبط الحركة المرورية والحالة الأمنية. قامت الإدارة العامة لشرطة النجدة متمثلة بالست الإدارات، أيضا إدارة الطرق وإدارة الإرتاد، بعمل حملة متمثلة في تطويق جابر الأحمد، وتم توزيع المحافظات على المداخل والمخارج، جميع مداخل ومخارج جابر الأحمد، وأيضا دوريات جوالة داخل المنطقة بهدف ضبط الحالة المرورية والحالة الأمنية.